صباح الخير أصدقائي. واحدة من التقنيات المهمة والجميلة طبعا هو نظام الخرائط في داخل السيارات، وإذا ما موجود بالسيارة أكيد موجود بالموبايل وتقدر تستعمله بالمدن اللي أنت تدخلها لأول مرة وما تندل شوارعها، فبدون ما تسأل تقدر تتنقل وبأقصر الطرق وأحسن الأساليب. إحنا هنا بداخل بغداد تفيدنا الخرائط بتحديد مسارات لأقصر الطرق. طبعا اكو فيكه حلوه، وهي طبعا لازم تتعلم الخرائط وتتعلم طريقه استعماله وانت بداخل البيت، الافضل مو تجي بداخل المنطقه المزدحمه وتتعلم، ما راح تتعلم. فواحده من الطرق البسيطه والحلوه اللي تختصر لك، مثلا اني اندل بداخل بغداد، لكن من مكان معين الى المكان اللي اني اقصده اني شويه ما عندي ذاك الالمام، شو اسوي؟ استعمل هاي الطريقه اللي هي هاي. ففرضا اريد اروح اني للمنصور او لاي منطقه، ومثلا انا بسريع المنصور بسريع الدوره اندل حد هذا المكان، حد هذا المكان. هسه انا سويت اقول له راوتر فروم، اختاريت هذه النقطه، يقول لي اختار النقطه الثانيه. ففرضا راح اروح وين؟ لمكان مثلا داخل المنصور، ونفرض انه هذا المخيم الكشفي اختاريته. هسه شو اقول له؟ اقول له راوتر 2، راوتر 2 سوالي سوالي اقصر وافضل مسار، يعني افضل واقصر مسار بهذه المكان اللي انا اعرفه. لاحظ شلون هسه سوالي اقصر وافضل مسار، افضل مما تختار مثلا من جنوب بغداد. اذا اختاريت هسه انا من جنوب بغداد اكيد راح يدخلني على الكراده، انا ما اريد ادخل على الكراده، ازدحام وفرد شيء. طبعا اكيد اكو ناس تحب تدخل على الكراده لانه مثلا عندها شغل او هاي. مثلا انا اريد اجي على على سريع الدوره، هو اللي هو هذا سريع الدوره هسه هذا، ومن هنا بديت. ممكن تبدي من بدايه سريع الدوره، راح يدخلك ايضا من هنا عن طريق الكراده. طبعا عادي للي يندل ممكن يترك طريق الكراده ويجي من هنا على سريع الدوره وهكذا. طبعا للناس اللي تندل ما عندها اشكال، بس احنا الناس اللي جدد مثلا باماكن بغداد او جاي من منطقه بعيده او لاول مره، واحيانا الطريق اذا ما طرق اكثر مره ما تقدر تحفظه. شكرا جزيلا.